وحكم حج آدم وحواء وهذه أيضا عالمية أخرى. هنا توسعت البلاد وأذن في الناس. كلمة الناس هي التي تضمن للعالمين. إن ربنا سبحانه وتعالى وقال وأذن في الناس ولم يقل وأذن في المسيحيين ولا في المسلمين. إذا عالمية كلمة الناس عالمية. والجميل أن كل الأحاديث السبعة الموجودة في السنة النبوية التي تخص الحج بدأت في يا أيها الناس، ومعظم الآيات التي أتت في الحج في القرآن في يا أيها الناس، مع أن هناك آيات يا أيها المؤمنون يا أيها المسلمون. This evidence which is the Islam's message is universal and global. That when Allah calls for people, not Muslims or Christians, all people. So, with the Quran saying, all people, this means that the message of Islam is global and universal, and not related to Muslims only. بعد إبراهيم وكل الأنبياء وبعد أم محمد وكل الأنبياء والرسل، علمنا أن الحج أن هناك آية في القرآن تقول وأذن في الناس. إذا علمنا من القرآن يبقى الحج كل بذكره في القرآن، يبقى عالمية الحج كانت وما زالت بتقليد كلمة الحج في القرآن الكريم والسنة النبوية. The universal message of pilgrimage is found and documented in the Quran, the Holy Book, the Holy Quran. So the Quran says, all people, not all Muslims or all Christians or Jews, all the people, all over the world. ذكرنا أن الحج مرتبط بملائكة وآدم وإبراهيم عليهما السلام. الأسماء التي مرت في الوسط كان حج الضوء أكثر، لم يسلط الضوء عليهم. إذا بعد ذلك ذكر آدم وإبراهيم في تبويء البيت، تبويء البيت مكان البيت. وهنا القصة في البداية ولماذا في مكة بالتحديد. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أهبط آدم إلى الأرض بكى على الجنة ملء كفيه، ثم نظر إلى ساعة الأرض وقال: أي ربي، أما لأرضك عاذر يسكنها غيرك؟ فأوحى الله إليه أن بدا لأنها ستوقع بيوت يسكر فيها اسم، وسأبوئك منها بيتا أختصه بكرامتي وأحلله عظمتي وأسميه بيتي وأنطقه بعظمتي، ولست أسكنه، وليس ينبغي لي أن أسكن البيوت، ولا يسعني، ولكن على عرشي كرسي وعظمتي، وليس ينبغي لشيء مما خلقت ان يخرج من قبضتي ولا من قدرتي. وطعمه انت يا ادم طعم البيت، وطعمه يا ادم ما كنت حيا، ثم هذه العالميه، ثم تعمره القرون من بعد، أمة بعد أمة، قرنا بعد قرن، حتى ينتهي إلى ولد من أولاده يقال له إبراهيم، أجعله من عماره وسكانه. When Adam descended from paradise to the earth, he repented and weeped, saying, Allah. And there was some sort of dialogue between Allah and Adam. As
asking Allah from his heart. And Allah wanted to build the house, which is a Kaaba. This Kaaba will convey from one nation to another and from a generation to another. هذا البيت من الأساس هو لآدم وإبراهيم والحديث أكد ذلك. ننقل إلى نقطة أخرى وهي نقطة أخرى اللي هي وضع البيت. البيت الحرام يظن كثير من الناس أن البيت هو الكعبة. وماذا عن صحن الكعبة وبقية البيت وهو ساحة الحرم؟ اختلف فيه ناس كثر، وجدنا أن البيت هو مكان الكعبة، المكان اللي فيه الكعبة هو البيت، لأن الكعبة هدمت الأذان think that to the place of pilgrimage and the holy place is the masjid al-Kaaba. But in fact, it is wider than that. It's wider than in our place in al-Kaaba. وعلم الناس من القرآن الكريم أن الله تعالى بوأه لبواء البيت لإبراهيم عليه السلام لما تهدم وبقيت قواعده وتونس فرفعها وأعاد البناء. فإذا إبراهيم أعاد البناء كان مبني الملائكة بنوه آدم بناه وغيرهم مبنيين مكان البيت. الآية القرآنية وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ثم بعد ذلك وضع البيت. علم الناس من القرآن الكريم أن البيت وضع للناس بقوله تعالى إن هو بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن ذكره كان آمنا. هنا لفظة جميلة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. The holy place was the strength in all times. Then Ibrahim, peace be upon him, rebuilt it. Maybe with the support of angels, for example. After that, we find that Al-Kaaba, or the holy place in Mecca, was called as a holy place for all the people to do pilgrimage, to travel to Mecca, to travel to Kaaba, and do pilgrimage in this place. And this is a commitment for the Muslims all over the world to go to pilgrimage and do it. وضع البيت. هناك حديث آخر عن عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وضع البيت قبل الأرض بألفي سنة. فإذا آدم كان حي ووجدته الملائكة وسألوه قالوا له ماذا تفعل يا آدم؟ قال أبوك البيت. قال لقد حكينا قبلك بألفي سنة. وهذه الألفي تتكرر مرة أخرى الآن. وضع البيت قبل الأرض بألفي سنة. فكان البيت ربطة بيضاء حتى كان العرش على الماء، وكانت الأرض تحته كأنها فسقة فدحيت منه. According
وحديث the Prophet Muhammad peace be upon him is that the holy place Al-Kaaba was built before the earth more than 2,000 of years. هنا نبدأ أن نبسط ونقسم مراحل عالمية الحمد ونربطها بالآيات وبالقرآن مصدر. Hence, we can divide and simplify the steps of the universal and global message of Islam, and we're going to connect it with this communication and the global message. وهي أن المرحلة الأولى نستطيع أن نسميها المرحلة الإبراهيمية أو الحج الإبراهيم الذي ارتبط بالآية القرآنية وألزم الناس بالحج. والمرحلة الثانية هي المرحلة المحمدية الحج المحمدي. وكل أمة الإسلام تبدأ بإبراهيم عليه السلام. إذا إبراهيم في البداية شرع ربنا سبحانه وتعالى الأذان للناس بالحج، ثم في المرحلة الثانية هي تسمى المرحلة المحمدية ربنا سبحانه وتعالى قال فيه لسيدنا محمد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذن الرسالة بدأت بهذه الآية لإبراهيم والمرحلة الأخرى لمحمد صلى الله عليه وسلم. The first step began with Ibrahim, peace be upon him. This is the number one. Then the second step went to Muhammad, the Prophet Muhammad, peace be upon him. So all Muslims are ordered to obey Muhammad's pilgrimage. The first step, Ibrahim's pilgrimage. The second, Muhammad's pilgrimage. إذا أنت تكلمت عن موضوع عالمي وقسمت العالمية إلى مرحلتين الآن. المرحلة الإبراهيمية والمرحلة المحمدية وربطتها بآيتين من القرآن الكريم. ما هي المرحلة الأخرى أو المرحلة الثالثة؟ لابد تكون في عالمية مستمرة. نسميها المرحلة الحالية أو المرحلة الثالثة والتي ترتبط بآية أيضا. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليها. ما زال الناس يتوافدون على الحج يوما بعد سنة عام بعد عام وعمرة بعد عمرة إلى يوم أن يرفع الله سبحانه وتعالى الكعبة المملوكة بالكعبة على يد الزول الفرقتين الرجل الأسود اليمني ذو السويفتين الذي يصعد إلى الكعبة ويهددها حجرا حجرا ويبقى الحجر في البحر الأحمر في جدة. وهنا سر جميل وغريب، لماذا لا يبقى طالما هدم هدم؟ لماذا لا ينقل حجر على الأرض؟ الرجال يقفوا ويتناولوا الطوب أو الحجارة ويرقبونها في البحر الأحمر في جدة. سألت أستاذي في القصر الشريف لما؟ قال لا أعلم. وإذا يدل على أن هناك عالمية مستمرة. The third step that is evident that Islam is universal or has global universal message through pilgrimage is that hearts of people are eager to do pilgrimage. From all over the world, they want to visit and they are eager to visit Mecca and do pilgrimage. And there is many stories which describe and analyze the story of pilgrimage all over the history. المرحلة الأولى والإبراهيمية أو الحج الإبراهيمي
ارتبطت بمؤتمر عالمي كبير. هذا المؤتمر كان يجمع الناس، وعندما امر الله سبحانه وتعالى ابراهيم بالذات او تحديدا كانت قد اتسعت البلدان وانتشرت في بقيه الايه من كل فجر عميق. إذن اتسعت اللغات وانتشرت اللغات بعد اولاد نوح من يقال من سام، وتعددت اللغات وتعددت الفجار وانتشر الكفر ايضا. فعندما قال الله سبحانه وتعالى لابراهيم واذن، قال واذن يا ربي وكيف يسمعني الناس. لو كان سيدنا ابراهيم يعلم اننا الان نحمل تليفونات محموله تتصل بالعالم بثواني معدوده ما سال هذا السؤال وهذا لغز ايضا. This is a conference and congregation of people and many languages and a variety of doctrines in all times. Ibrahim, peace be upon him, asked Allah, "Oh Allah, how can I call all these people and how can they listen to me at once?" So Allah replied, "You call and we convey your message to all the earth, to all the humanity." قال أذن وعلينا البلاغ. وعندما أذن إبراهيم أذان الناس، ذكرها الإمام النووي رحمة الله عليه في كتاب في صحيح مسلم، وذكرها الشيخ الشعراوي أيضا. عندما أذن الناس سمعه من في أرحام النساء، الإعجاز تأكيد لكل محمود. وانت خارج على بعد 2 كيلو الناس هتسمعك بس، وازاي هتبقى عالميه؟ ربك بس قول الكلمه وانا هسببها، وانا ساعجزك ايضا باكثر من ذلك. سمعه من في ارحام الرجال النساء، وسمعه من في اصلاب الرجال قبل زواجهم ايضا. فمن قال لبيك يا ربي مرة حج مرة، ومن قال عشر حج عشر. In our traditions, the Shahrawi and Nawawi asserts and assumes that all the people, even the babies who aren't born yet, listen to Ibrahim and message, and they replied to this message. All the humans alive, the humans who are walking on the earth, and the babies which aren't born yet, they replied to Ibrahim's message and listened to the pilgrimage message. نحاول أن نربط كلامنا بالقرآن والسنة دائما في أغلب رسالة. إذا إبراهيم لما حكى للناس كان في المرحلة الأولى كما ذكرنا، وكان يعتبر المؤتمر العالمي الأول، لأن ناس أتت من فجات بعيدة وناس يحبون ولا يعرفون لغات بعضها. إذا عالمية تمثلت في البعد المكاني والبعد الزماني، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى جعل الحج في الأشهر القمرية حتى لا يحب الناس في الحر القاتل ويحب الناس في البرد الخالص، جعل يدور على مدار الأعوام. كل عام يفرق 11 يوم 11 يوما. وهذا ما دعاني الى ان اسال استاذي، لو سالنا الجماعه الفلكيين يحسبوا لنا الوقت
مدى عدة آلاف من السنين سنجد أن الحجة إن شاء الله بالنسبة للأشهر الغير القمرية إن الحجة في على مدى مثلا 360 ألف سنة. الحج كان هذا العام في 1 يناير، العام الآخر في 2 يناير، 3 يناير، 4 يناير. This conference and congregation of people who are doing pilgrimage, yes, it is some sort of many variety of people who have many languages. They can understand each other. They came from far places and near places to do pilgrimage. Although the difference of their languages.